سلام، جيسبر كو فوز علي بيان. مرحبا بكم في قناه لي غوسات دو صافيا. اليوم ان شاء الله رايحه نشارككم سمن خفيف ويجي مورق بمعنى الكلمه. نبدا مباشره في عمليه التحضير. عندي زوج غرفة فارينه مغربلين، درت الاولى وهذه الثانيه، ونزيد عليهم غرفيه ونص السميد من الرقيق ونغربلو كما العاده. بعد ما خلطت السميد والفارينة، ندير لهنايا مغرف صغيرة ملح وشوية برك تاع خمارة تاع الخبز، واللي يحب يستغنى عليها ما يديرش. والسكر، درت مغرف سكر وندير مغرف خمارة كيماوية. انا اللي رايح نديرها في العجانة الكهربائية بيتخا، وانتم ما تحبوا تعجنوا باليد تعجنوا باليد، النتيجة نفسها نتحصلوا عليها. نبدا ندير الماء بشوية حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة. انا دات لي حوالي زوج غرفات تاع ماء، وكل وحده والسميد تاعها. عينك هي ميزانك. بديت ندلك فيها بيدي، راكم عارفين باللي السمن يحب الدليك، لازم تدلكوه مليح. خليتها ريحت واحد 10 دقائق، ومن بعد جبت بلا ودهنته بالزيت وبديت نشكل في كرات. نخليهم يريحوا حوالي 20 دقيقه باش تساعدكم في الخدمه. هذه هي الطريقه راح نعطيها لكم سيختو المبتدئات، رايحين ينجحوا فيه 100% ويجيهم مورق ان شاء الله. كما راكم تشوفوا، ذوبت المكارين وزدت عليها الزيت ودرت عليهم 3 مغارف سميد هذاك الرقيق، وزيدوا عليهم شويه خماره كيماويه ونخلطوا الكل مع بعض. نجيب البلاطو تاعي بعد ما ريح العجين، كنت مغطياته بجلد بلاستيكي باش ما يضربوكمش الهواء. نحل الكره الاولى كما راكم تشوفوا، وندير عليها زوج مغارف تاع الخليط هذاك، ونزيد عليها الكره الثانيه، نحطها بجانب ونكمل بنفس الطريقه الكميه اللي بقات لي. بعد ما نكملهم كاملين، نبداو بالاولى اللي بدينا بها. شوفوا بعد ما كملتهم كاملين، دوك نبدا باللولة اللي بدينا بها. نبقى ونحلو فيها باليد حتى تحصلي على وحدة كبيرة وتكون رقيقة. وش الشكل اللي تحصلت عليه بعد ما حليت العجينه. دوك نبدا نوزع في الخليط اللي عندي. بعد ما وزعت الخليط، دوك نبدا نطويها الطويه الاولى. هذه الطويه الاولى، ونزيد ندير عليها الخليط كما راكم تشوفوا، ومن بعد نبدا نطوي فيها الطويه الثانيه. هذه هي الطويه، وندير عليها الخليط. هنا نبدا نجبدها على الطول. بعد ما جبتها على الطول، نبدا نطوي الاولى والمطويه الثانيه، ونبدا ونقطعوا. تبعوني مليح في هذه الخطوه، راهي يعني جد سهله. دروك نحطوها على جهه باش نبدا ونديروا الطويه الحبه الثانيه.
شوفوا نطوي الاولى ونزيدو الثانيه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، راني درت الطاجين تاعي يسخن ونبداو نحلو في هذيك الحبه الاولى. نصيحتي ليكم كي نحطوها في الطاجين بقاو تقلبوا فيها كما راكم تشوفوا، وما تخلوهاش تتحمر بزاف، بداو تقلبوا فيها مره على مره باش ما يجيكمش يابس. نزيد نحل الحبه الثانيه ونحطها ثاني كنا في الطاجين ونخليها تزيد تطيب، وكما قلت لكم نفس العمليه ديروا مع كل حبه تاع المسمن. نزيد ندير معكم هذه بعد ما وزعت عليها الخليط، درت لها الطويه الاولى والطويه الثانيه، نزيد المغرف تاع الخليط من الفوق ودروك جبدتها على الطول، ونبدا دروك لهنا نطوي الاولى ثانيه ونقطع، ونكملوا بنفس الطريقه مع الحبه الثانيه. ندير نطوها الطويه الاولى طويه الثانيه ونتحصلوا على المربع كما راكم تشوفوا، راهي طريقه جد سهله، والفوها برك ما تولوش تستغنوا عليها. شوفوا كيفاش جانا المسمن تاعنا تبارك الله، راهو يجي خفيف كما قلت لكم ويجي مورق ما شاء الله، وصدقوني راح يعجبكم ومشي في الندامه تجربوه. نشكركم على متابعه الفيديو حتى الاخر، اذا كنتوا اول مره تشوفوا قناتي نرحب بكم، ما تنسوش تفعيل الجرس يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.